الكتيبة الطيبية، من ضمنهم شهداء الشهيد موريس. أنا عندي رفات الشهيد موريس، كان دقلديانوس ماسك الشرق وماكسيميانوس ماسك الغرب، فقامت ثورة على ماكسيميانوس ومش عارف يخمدها، فيعمل إيه؟ استغاث بدقلديانوس، بعت له رسالة قال له الحقني، عندي ثورة جديدة هنا في أوروبا، كانت في سويسرا وألمانيا. فراح بعت له قال له أنا عندي بقى كتيبة لو دخلت حرب ما حدش يقدر يقف قدامها. قال له اسمها ايه كتيبة؟ قال له اسمها كتيبة الطيبية. قال له الحقني بيهم. راح جايب سفينة كبيرة شالت 6600 جندي وراح بعتنهم على سويسرا وأوروبا وألمانيا على بحر الراين. احنا شفنا الأماكن دي. استقبلهم ماكسيميانوس، ده رفات القديس موريس، استقبلهم ماكسيميانوس بترحاب شديد وعزمهم، وأنا عشمي فيكم كبير وأنا بسمع عنكم. طيب المطلوب هنخش الحرب بكرة، بس الصبح بدري بدري تيجوا معبد الأوثان وإيه تبخروا للآلهة الوثنية عشان ترضى علينا. قالوا له لا، نحن عبيد يسوع المسيح، احنا ممكن نعصاك وممكن ننقلب عليك، لكن احنا ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس اطلاقا، مش هننكر مسيحنا. فيعمل ايه ماكسيميانوس؟ هما 6600، قال لك بدل ما اخسرهم كلهم اضرب المربوط يخاف السايب، عارفين المثل ده؟ فراح موقفهم صفوف 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 واداهم ارقام 1 2 3 10 11 15 20 30، كل واحد رقمه فيه صفر يقول له يطلع قدام، عارفين الجندية والعسكرية؟ يطلع قدام يمسك أساميهم أرقامهم فيها صفر ويدبحهم بالسيف. يبقى في أول مرة قتل إيه 10 كتيبة، يروح معيد الكرة تاني، فضل كده يقتل فيهم ويقتل فيهم على شاطئ بحر الراين، وبحر الراين ده ماسك ألمانيا وسويسرا وفرنسا. فطبعا استشهدوا كلهم من الصبح لغاية بالليل، خلاص الإمبراطور قضى عليهم كلهم ومشيوا. ففي ناس مسيحيين في البلاد دي كان بشرهم بولس الرسول، فراحوا خارجين بالليل قالوا حرام الأجساد دي، ده بنسميه ذخائر، ها بنسميه ذخائر القديسين، فرايحين يلموا الذخائر بتاع القديسين، ما نعرفش ليه لأسباب ما. المهم لقوا هؤلاء الشهداء واقفين على شاطئ بحر الراين، وكل شهيد شايل راسه على ايديه وواقف كده كأنه بيصلي. يقربوا منهم الشهداء تقرب للنهر، يقربوا منهم الشهداء تقرب للنهر، إلى أن غطسوا جميعا في مياه نهر الراين زي ما حصل مع شهداء ليبيا كده في على شاطئ البحر المتوسط زي ما شفتوا. فإيه لحقوا ثلاث أجساد، قديس موريس، جسد القديس موريس ده جزء من الرفات وطبعا مش كله يعني، بتبقى يعني كده حتى كده، والقديس فيكتور اللي بيسموه بقطر، تسمعوا عن بقطر، وموريس، والقديسة فيرينا. القديسة فيرينا كانت الممرضة بتاع الجيش اللي راح وبتترسم وهي ماسكة مشط، لأنها بتقول التاريخ بيقول إنهم لما راحوا أوروبا ما كانوش بينظفوا شعرهم، كانت تغسل لهم شعرهم وتنظفهم بالمشط، وإحنا اللي علمنا أوروبا. خلي بالكم تلناو هناك في كاتدرائية في سويسرا وفي رفات الكتيبة الطيبية على اسم الشهيدة فيرينا، هم يعني بيقدروا الشهيدة فيرينا أكتر لأن هي خدمتهم أكتر يعني. فدي الكتيبة الطيبية.